صدق الأخبار جيناكم من زمن البرغوث جيناكم جينا كبار صغار جيناكم يا أهل الدار جيناكم كبار صغار جينا وما لقينا لا دار ولا شجار يا أهل الدار جيناكم كبار صغار جينا وما لقينا لا دار ولا لك يا جدي وين الدار والجار اللي كان يغار لك يا جدي وين الدار والجار اللي كان يغار وين البحر والليوان وين الفارس والميدان وين رجال ما بتنهان وين الالفي والمحبي وين النخوه يا خساره شد ويا الدار جيناكم كبار صغار جينا وما لقينا لا دار ولا جار جيناكم جينا يا أهل الدار جينا لنوصل هالأخبار جيناكم من زمن الحروب جيناكم جينا كبار صغار يلا يلا انا رايح بدكم شيء قبل ما اروح سلام قلبك شو بدكم تساووا هذا بكره مش عاجب لكم لوازمكم ما بتفرق مثل ما بدك طيب يلا خاطري شاهر نجاح صار لليلتين عم بتفيق بالليل وعم بتضل تبكي للصبح اوف ليش بقى لأنه بدي اياك وأنا يا بي أعطيت كلمة للجماعة كلمتك ما بترد يا بي ولا على قطع راسي يسلم راسك يا بي والله يخلينا اياك ويوفقك وهي عموميتك ولاد عموميتك اجوا مشان يحضروا كتب الكتاب يا ميت اهلا وسهلا فيكم عليم الله نورتونا ورفعتونا راسنا بجيدكم قدام اهل الحاره وانت كمان يا عمي رافع لنا راسنا ومبيض لنا وشنا تربايتكم عمي تربايتكم بقى الله يرضى عليك يا بي خبر الجماعه مشان يجوا بعد صلاه العشاء يجيبوا وجاهه ونكتب الكتاب يا بي من بعد اذنك بدنا ناجل هالشغله كم يوم ليش يا بي ليش؟ نحن تاركين شغلنا على بنا ننام عندك ليلة واحدة ونرجع الضيعة المختارة بوضاح ضعفان شوية ومو حلوة تروح الوجاهة وما يكون فيها بوضاح أبو وضاح برضان؟ ايه والله يا بي صار له كم يوم وليش ما قلت لي يا بي أول ما وصلنا؟
ايه ابو وضاح بينفدى بالروح؟ قوموا يا جماعه قوموا قوموا شو على المختار ابو وضاح قوموا يلا يلا لا حول ولا قوة الا بالله شافوا يا جماعة شافوا يلا 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 شافوا هاي كرمال الشيخ وزير شيخ وزير على راسي من فوق الله يسلم راسك يا مختار ان شاء الله اجر وعافية الله يعافي لنا اياك قادر يا كريم يا رب الله يعافيكم ويبعد المرض عنكم يا رب امين يا رب العالمين ايه مختار المختار ابو قاسم اجى لعند ابنه ابو محمد مثل ما اتفقنا مشان كتب كتاب اخي عمر ايه الله يقدم اللي فيه الخير بس انا برايي انه ناجلها كم يوم لحتى تتعافى لا لا اكيد لا تاجلها دق الحديد هو حامي لا مختار الوجاهه ما بتطلع الا وانت على راسها هاي الشيخ نزير هون وكبارية الحارة كلهم هون وفيهم البركة وبينوبوا عني الشيخ نزير وكبارية الحارة على راسي من فوق بس وحياة روح المرحوم أبو أدهم تحت التراب الوجاهة ما بتطلع إلا وكبيرنا ومختارنا على راسه إيه شو عليه مختار؟ من أجلها كم يوم؟ العقيد معه حق؟ لا شيخي لا المختار أبو قاسم معطل أشغاله وجاي مشان هذا الموضوع خص نص إذا كان مشاني خلص أنا بطلع معكم بالوجاهة إيه نعم مختار بس أنت مو قدرة توقف على رجليك شلون بدك تروح؟ بعين الله يا الله يا الله السلام عليكم وين المختار يا بابا سلامك سلامك ميت اهلا وسهلا فيك بالعيد هلي تفضلي خالي يسلم وهديات لك زهريه من يوم ورايح تدي لها تفضلي ما بتعمي تفضلي لك يسلم ويسلم يا حبيبتي انت الله يسلمك والله ضعفه المختار ما كانت لا على البال ولا على الخاطر وما كنا كتبنا الكتاب اليوم وفرحنا بعروستنا يلا بركدا ان شاء الله اليوم بصير احسن وبيكتبوا الكتاب ان شاء الله اسكتوا يا جماعه الله يعين ام وضح وابو وضح صدقوني انه مصيبتهم ما لها قليله اي والله ما لها قليله الله يفرحهم برجعه اولادهم بالسلامه يا قادر يا كريم يا حق امين يا رب العالمين مرت عمي نعم شبه شوفي شلون صياحه عم يرضعوا ما عم يطلع له حليب يقبر قلبي ان شاء الله يو فردوس شو ما عم تاكلي ما عم اقبل اكل شي بنوب لا اضرب عليها ما لا قبلي بنوب بنوب الا بعد كل وجبه تاكل رغيفين بزيتون ورغيفين بليمون ورغيفين بشو ما كان يكون ما شاء الله وكان الولد صحته منيحه خزيت العين خزيت العين مثل الخاروق صلي على النبي خالي مشاهر اللهم صلي على النبي هندق بندق عيني شاهد ما صليت على النبي طقه وتنبه اللهم صلي على النبي صليت على النبي قبل ما احكي تعبريني شو بكي ليكي فردوس قولي له النصري خليه يجيب لك لبن وحليب بيكتر وحليباتك تقبريني ايه قال لي ابوه رح يجيب لي ضبعه ولدانه جديد مشان رضعهم الحليبه يبليك بقتلك يبليك بقتلك على الحك هو هيك عم يمزح معي تقبريني عم يمزح معك الحقيقه صار لي مده فقدته عم اقول لحالي وين غلطت لا شو عيب عليك ده بعد ابليس بعد خير يعني زلمتكم هذا اللي عم تحكوا عنه من نبرته لابو حميد؟ اه يا عمي خطا خطا الله جمع ووفى ايه مختار نرجع لحديثنا امور مختار نحن اكثر من ليله ما رح نقدر نضل هون والكتاب ما بينكتب الا بحضورك لك الله يبارك فيك ويعلي مقدارك مثل ما قلت لك انا بشواربي بيجي مع كبارية الحارة الليلة لعندكم وبنكتب الكتاب لا مختار لا الحقيقة نحن ما بدنا نعذبك وانت بهالحالة هي بس نحن رح نتغلظ عليك ونكتب الكتاب عندك هون إذا ما فيها سئلة ها سئلة يا عم الشوم البيت بيتكم بس يعني الأصول الأصول هو إنه نحن نجي لعندكم وينكتب الكتاب ببيت أبوها أنت أبوها مختار والبنت بنتكم لك أصيل أصيل وابن أصول يا أبو قاسم يا أم محمد خايف تقبلني شوفي
الشيخ نزير عندي بالمطاف هي معه اثنين شهود بدهم يسمعوا وكالة زهرية منشان نكتب الكتاب. بدكم هلا تكتبوا الكتاب؟ ايه بدنا نكتبه ببيت المختار لانه ضعفان وما نقدران يجيب الوجاهة. ايه يلا لك هلا فوت نادي له. يلا الله يرضى عليك. يلا بدهم يكتبوا الكتاب ببيت المختار. عن حال هيك قال لي ابو محمد. قومي يا قومي مشان الشيخ يشوفك ويسمع وكالتك لجدتك ابو قاسم. الله يقدمك يا حقي. لك زلطتوا يا بنات معي. لا 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 صار شيء. لا صار. انت ما عليك زلطتي السلام عليكم. ايه عقيد؟ وين العريس؟ انا وكيل وشي. لك انت تفضل عود هون حط ايدك كده ومحمد لنكتب الكتاب. عن اذنك مختار. يلا يلا يلا. تفضلوا. حطوا ايديكم ايدين بعض. قولوا وراي. بسم الله الرحمن الرحيم. هرب منه وهلا هن مطوقين الطاحونه وبالدنيا. اخذوه بالدنيا؟ ما قال لهم انه دافع بدل؟ قلنا لهم الحكي وارجيناهم نصيئه كمان. ايه شو ايه؟ ما فهمت عليه ولا كلمه. نازلين بربره بالتركي. لك حتى كانوا بدهم ياخذوني الي كمان. لك ايه ما فشل. ايه ما اخذ روحهم ولا ما ياخذوا حدا منكم. روي عقيد روي. شغله مو مستاهله. شلون مالها مستاهله عمي ارزهدي؟ الجماعه رح يطلعوا بظهرك بقلك بالكثير 10 ايام بنقلعوا ونرتاح منه. شو هالحكي هذا بزهدي؟ مثل ما عم بقول لك جيش الشريف صار بدرعا والجيش الراسمالي فرط مثل المسبحة. إذا بتروح صوب الكسوة بتشوف جيش الراسمالي فواج فواج هربانين من جيش الشريف. يا سيدي الله يسمع منك. تعرف إيش كان هالحكي صحيح؟ إلك مني حدوان ما صار. طمن عقيد طمن. الحكي صحيح ومؤكد كمان. يا عم يلا كله يمشي معنا. لوين؟ كله لازم على الجهاد. كله في اخذ عسكر على الجهاد. معلوم كله على الجهاد. ونحن كمان تمام. كله شو عليه عمي؟ شو عليه؟ شرف معنا على هو. في شباب كتير. شوف مين بدك على الجهاد خده. تفضل سيدنا تفضل. شوكو زال تشكرات ابدا. طبعاً جاي يا ابي وين اخذها؟ لا لا يا ابي خليها معي. انت ما عليك. لك يا ابني زهدي خلاص اتركها معه. زهدي رجال ما بيخاف عليه. يصير
مني عند مني. لاحظ منها شي واحد معه بارود. وجع بعكيد العين. خد عني زهدي. شريف شريف خلينا نشربك كاسة شاي. شنو زميلك جوا بده اياك؟ تشكرك تشكرك. لا شكر على واجب. شريف شريف يا اهلا وسهلا. شرف يا ورد قهوه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ابو شومان ها انت على هداك شنو؟ لعيونك الله يحميكم. شو الأقوى صارت؟ كانوا منعنا من الحارة. ما أولي جيش الشريف وصل على الشام؟ هو بياسين بينت هديت. هلا ابو الأندار يا زهدي وراقي انت قبل سلاح البيت. يلا ابو شومان شرف. قول يا رب. يلا علي الجير يا بضايان. اي والله اي والله لك الله محيي البطن اللي حملوه. أيوة. الله يعطيهم الف عافيه. روح يا رب. تفضل تفضل عبيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. خير وبركاته. تفضل عبيد. خير؟ مختار علقنا مع الزاطيه وصاروا واصل بيناتنا. لا 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 ليش علقتوا؟ بدهم ياخذونا على اخذ عسكر. لك حتى زهدي ابن ابو زهدي ما نفت منه. لك زهدي؟ اي نعم. عم ياخذوا اول باول وما عم يتركوا حدا. بقى شو بتشور علينا مختار؟ لازم تطلعوا من الحارة. ما بدي أقعد بنوب بنوب هون. أنا رأيي نطلع أنا ورجال على ضيعة أبو عطا قبل ما هالأندال يجيبوا قوة ويرجعوا لهون. لا لا روحوا لعنا على المزرعة لعند أبو النوري. لا مختار لا بيروحوا لعندي على الضيعة. يعني من بعد إذنك والأبضاية قرب صوبوا. كفو والله كفو. وهيكو إذا شفتوا إن الحديدة حامية بوشكم لعند عشيرة الشيخ وضاح. الله يسامحك يا مختار. أي والله بنفديهم برواحنا. أدى يا أبو محمد أدى. بس هذا جيش دولة مو لعبة. بإذن الله ما مسأل عنه. أنا عن إذنكم بدي روح جيب الفرس وبرجع. بس كام لابدك تروح معهم خود فرس وضاح مشان ما تروح على البيت وترجع. إيه إيه قولوا آية الكرسي والمعوذات وتكلوا على الله. عمي أبو وضاح أنا رايح معهم. لا عمي أنت لا تروح معهم وتشغل بلا أهلك. لا لا معلش بختار معلش خليه يروح أحسن ما يشوفوه ياخدوه. ياخدوه؟ إيه ما بخليهم كرمال عيون وضاح خلينا نروح معه. لك ابو ضاي مثل ابوك. تعال لك تعال. سيك يا بي سيك. هاي الطبنجة هاي الطبنجة تبعي بحياتي ما سلمت لحدا. خليها معك بتكل على الله. الله يحميك. امين يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يرحمه. الله يحميكم. الله معكم يا شباب. سلاماتك بكي. انت واحد خمار صبايا. ليش يا سيدي؟ انا قالوا لي انك بدك يعني قمت اجيت وصار اللي صار. صار اللي صار؟ هدول رجال عصابات لازم خوازيق لازم مشانق. انت في معلومات عن هدول رجال عصابات؟ والله يا سيدي ما بعرفون. زباين مثله مثل غيره. ضابط فاشل
لازم سجن غبي. غدرونا غدرا سيدي. غدر؟ بياخذوا منك البارودة والطبنجة وبتقول لي غدر؟ أحمق! مين أنت؟ قرب لهون. ارفع ايديك لفوق. هذا رجل كان مع مشاغبين؟ لا سيدي، هذا رجل فك وسكن وساعدنا. شو في معلومات عنه بالشاويش؟ هذا الرجال ادم ابن حلال سيدي. اسكت انت، انا بسال بالشاويش. تمام تمام افندم، برنجي الصباي بيقول حقيقه، هذا فرد شيكوزال افندم شيكوزال. نزل ايدك، اذا بيعرف انت شيء عن هدول المشاغبين لازم بيخبرنا فورا. حاضر سيدي. سيدي قال بدي ياخذوا العقيد ابو فهد مع باقي شباب الحارة على اخد علقة. إلا هيك تاخروا كثير. لك يا سيدي اسمع لي متضايق كثير، بده شباب شنو ما كان عم ياخذ اول باول، لكن يوم اجوا على سوق الحمدية سكروها من اربع تركانة وصاروا يقشقشوا لهالشباب. والله ما ستر الله وخبيت لطفي بين القمايش كانوا اخذوا. اعوذ بالله. لكن وين رشدي؟ رشدي راح هو والعقيد وشباب الحارة على ضيعة ابو محمد. شو هالحكي؟ ايه أنا يعني حاولت إنه أمنعه بس ما قدرت، بس بيني وبينك كان لي دلتين خاطر إنه يروح معه. يا سيدي نعم ما عمل، لو كان بقي بالحارة كانوا أخذوه. لوين بدهم ياخذوه؟ ابني لساته صغير؟ ليك؟ لك شو صغير ما صغير؟ رشدي رجال، رجال أبا الرجال، الله يسلم لك يا. الله يسلمك ويرد لك وضاح بالخير والسلام إن شاء الله. آمين يا رب. يا رب يا كريم. بس ما يكونوا اخذوها البتاع. لا عقيد ما بيكونوا اخذوها. عمر هرب وبيكون راح ناحي الحاره. يعني معناتها انا رح ارجع على الحاره ودور عليه، انتوا كلوا طريقكم. لا محمد لا، عمر رجال ما بينخاف عليه، بيدبر حاله. يلا. ان شاء الله لا تواخذيني يا مرت عمي، بس والله ما لقيت مطرح اتخبى فيه غير عندكم هون. شو هالحكي هذا؟ إيه والله من حطك بعيوننا تقبلني. مرت عمي بدي اطلب منك طلب. تفضل. خلي زهريه وشكريه يروحوا لعنا على البيت وخليني ابعتوا اختي فهميه لهون. ليش شو بدك منا؟ لا ما بدي منا شيء مرت عمي، بس الأصول أصول. إيو أنت نسيان إنه زهرية كاتب كتابك عليها وشكرية مثل أختك وأنا مثل أمك. والله وأعزي يا مرت عمي، بس أنا ما بدي حدا بالحارة يجيب معدلكم، بعدين ما بدي عمي أبو محمد يزعل مني. شو هالحكي هاد؟ والله عمك عنده ياك بالدنيا، بحطك بعيونه. يلا تقبلني، أنت فوت استريح بالمربع وهلأ بس يجي عمك بخليه يروح لعند أمك ويخبرها. يلا تقبلني تفضل. ما بدي. يلا. وين كنت متخبي لهلا؟ عم قال لك وين كنت متخبي؟ سيدي سيدي هذا أخرس. اكيد اكيد. ليك شو اسمك؟ وين رايح؟ بدي واقف بالدور مع الشباب. ارجع هيك مو ناقصنا ارانب. مين؟ أنا ديبو يا أختي. خير أخي شو في؟ بعدني العقيد أبو فهد مشان خبركم إنه هو طلع برات الشام ويمكن يغيب كم يوم، وقال لي قل لهم إنه مشان ما ينشغل بالكم عليه. وما قال لك لوين هالمشوار؟ لا والله يا أختي ما قال لي. طيب أنت ما عرفت لوين راح؟ لا والله ما عرفت. يا الله لوين راح؟ والله ما قال لي إنه في عنده مشوار بعيد. إن شاء الله ما يكون صاير معه شي يا ربي. ولي على أهمتي أنا. يا مشرفي ما في شي يعني، بس أبوكم بعد خبر طلع برات الشام بده يغيب كم يوم. وما قالك لوين رايح؟ ما قال، بس يا خوفي يكون علقان مع الظابطين. ولا جبلك أي سيرة عن المشوار؟ ما جبلي سيرة يا عمو.
يا عمو ما بدك تروحي تطمني متعمي ام شاهر على عمر؟ لا يا عمو مالي رايحه، ما بيصير اترككم انتوا عندكم لحالكم هون بالبيت. هلا من عند اختك شكريه بتروح بتطمنه بكل شهر. شو في مرت عمي؟ ما في شيء تقبلني، هذا عمك باعت خبر انه راح مشوار ويمكن يتعوق. مين؟ أنا الشيخ نزيل يا بنتي. ماي عسكر الضابطية بدهم يفوتوا يفتشوا البيت. إيه بس أبو فهد ماله هون؟ بعرف يا بنتي إنه مانو هون. بس الضابطية بدهم يفوتوا يفتشوا منشان يتأكدوا إذا كان هون ولا ما هون. بقى تستري وافتحي الباب الله يرضى عليكي. أنا ما فيني أفتح الباب إذا جوزي مو بالبيت. افتحي بالمليح أحسن ما نخلع الباب. إذا بدك تخلعه خلعه. مسؤولة امسكوه هلا بفرجيك شو عم تتعدى على ساكر السلطان يا حيوان. طول بالك يا بيك، هذا ولد اخرس ما بيتاخر. ايش كان اخرس بيتطول علينا؟ فوتوا شيخي فوتوا، بس خليهم يتركوا هالمسكين بحاله. يلا يلا. وكمان معلقين سيوف. هذا السيف في حكم وممنوع. هذا السيف يا بيك مو للعقيدة فهد، هذا سيف الحارة كلياتها. وشلون الحارة كلياتها؟ هذا السيف يا بيك عمره أكتر من 100 سنة، بيستلموه العقدة عقيد ورا عقيد، يعني بيمثل شرف وكرامة الحارة كلها. شرف الحارة وكرامتها؟ يا بيك أنا نصحتك وانت حر. هذا السيف إذا بتاخده رح تقوم عليك الحارة كبيرة وصغيرة، حريمة ورجالة، ورح تصير علقة إلى أول ما لا آخر. شو عم تهددنا؟ لا يا بيك أنا ما عم هددك، أنا عم بنصحك. افتح السيف وشوف منقوش عليه أسماء العقدة. هدول 8 عقدة، كل ما بيموت عقيد بيستلموا العقيد اللي بعده وانت حر. وقف عندك هرمة، وقف عندك. حركات ممنوعات، نفس سيوفك برنجي السبعين. نعم سيدي. باشر تفتيشات كاملات قايجو. حاضر سيدي. يلا يا شباب على الوضع، فتشوا دخلوشي دخلوشي اوضه اوضه. انا اروح على الاوضه. يلا لا تخربوا شيها. نحن نقوم بتفتيشات ما بلاقي فيه أفندي. اسمعوا يا حريم، إذا بفوت رجال غريب على البيت فوراً بتبلغوا الكلاكون، فهمتوا؟ شو كوزال سيدي؟ تمام، شو كوزال؟ يلا كله كله خروج، كله يطلع برا. يلا برا السماج، يلا. هذا سيدي تفضل. ليش الضابطية عم تدور عليه؟ قال بدهم ياخذوه على الأخذ عسكر. على الأخذ عسكر يوه؟ والله دافعين له بدال، ليش اللي ياخذوه؟ مين ما عم يلاقوا بطريقهم عم ياخذوه. إن شاء الله الله بياخذ رواحهم واحد واحد. آمين يا رب. وأنتِ يا مو، ليش أخوك شاهر عليه معه؟ والله ما بعرف يا مو، ما بعرف. السلام عليكم شكراً. السلام. واقفي ولا؟
هذا بصفوان ما عندوش غير ولد واحد واخذوه اياه على الاخ العسكر، تتذكر وقت ال مفهومات امور سيدي امور. لا لا تاكل شمع من صفوان، تفضل فوت على بيتك وتخفش. الله ينصركم، الله ياخذ بيدكم. تفضلوا سيدي تفضلوا. يلا السلام عليكم. اهلا وسهلا. مع السلامة. والله طلع ابن حلال هالعسكري. اي والله ابن حلال هذا ابو جدعان. بتعرفه؟ اي بعرفه، وبسمع عنه انه زلمه شهمه قبضاي، بحب اهل الحاره كثير. منين هو يا مو؟ والله يا مرت عمي ما بعرف، بس يمكن من السويدة. الله يخلي لاولاده وعيلته يا رب. امين يا رب. خير مرت عمي؟ شبك يا مو؟ لا تقبروني ما في شيء. قومي زينب، قومي حتى جوا، قومي قومي. سلامتك مرت عمي، سلامتك. شوي مشان الله احكي لي شو صاير مع شاهر. ما بعرف تقبريني، والله ما بعرف. شلون ما بتعرفي يا مرت عمو؟ اجوا العسكر لعنا على البيت وكانوا عم بيدوروا عليه، لك فتشوا غرفة غرفة. يا مو شاهر وشباب الحارة علقوا مع الضابطية، واكيد راحوا يتخبوا بشي قردة. يبعت لي حمى انا. يا رب يا رب دخيلك يا رب ترجع لنا ياهن سالمين غانمين. امين يا رب. يا مو هلا المختار ابو وضاح ما راح يتركوه، هلا بيروح لعند الحاكم دار وبيحل المشكلة من اصلها. صباعي؟ نعم سيدي. لازم تجديد حراسات. حاضر سيدي. هذا فرد زعرانات لازم كله توقيفات. معلوم سيدي. حضرتنا ممكن عقوبات من جناب والي برنجي صباعي، وانت كمان ممكن عقوبات. لازم فرد زعرانات كله كرمشات. حاضر سيدي، ان شاء الله بكره هنلقطهم كله مثل الصراصير. برنجي صباعي، انت في تأكيدات إنه بكرة كله فرد زعرانات بيكون في كركون؟ معلوم سيدي، إن شاء الله بكرة كله رح نلقطهم. شوكو زال برنجي صباي، شوكو زال. يا أهلا وسهلا بالعقيد، يا أهلا وسهلا بكل رجال الشام. تفضلوا ارتاحوا. يا بيت أهلا وسهلا. تفضلوا. يا أهلين. يا بيت أهلين وسهلين، نورتوا يا رجال. يا محمد. شو يا بيت؟ أخي قدوب وينه؟ ماني شايفه. شو بدك بأخو؟ ما بدي منه شيء، بدي اياه يذبح ويذبح على الرجال، حاكم جوعانين وتعبانين. خاصة الجوع يا بي، انت ما عليك. فوت عود معهم وانا باذن الله بعملت هيك بتلاقي كل شيء جاهز يا بي. شو ابو حماد؟ قل لي في شيء؟ لا عقيد لا ما في شيء، شرف ارتاح، بيت اهلا وسهلا، اهلين برجال. ولك قعد يا خيي، قعد يا خيي. طب بس خلينا نوصيكم على لقمه عشاء تاكلوها. تشكرات لك اخي، تشكرات. بدناش نتعشى بعدين، لسه تعشينا. قعد خلينا نحكي كلمتين لانه معنا لحوه. وهي قاعده خير ابو جدعان؟ شوفي هذا الكيس فيه بدله عسكريه، وهذا الكيس فيه ظروف بريديه واوراق. ايوه تلبس البدله وبتدبر فرس وبارودي، وبس الشيخ نزير يقول الله اكبر بتركب على الفرس وبتحط هذول الظروف بالخرج، وبوجهك على الغوطه بتتخبى هنيك وبترجعش لالله يفرجها. كاني سامع صوت حريم عم تتوجع. اي والله يا ابو جدعان، هاي حماتي عم تولد وما عندها حدا. قر كيف ما عندهاش حدا؟ والله ما قدرت روح جيب لها الداي، شوفت عينك يا ابو جدعان. قر ولك ايش ما قلتليش؟ معني روح بجيب الداي، قوم يا انور قوم، خذ من طريق خيي، خذ من طريق. والله ما بعرف شو بدي لكم، الله يقدرني على مكافاتكم يا رب، تفضلوا. يلا بلاش جميلي روح، يلا 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 خذوا طريق. يلا يا اهلا وسهلا بالعقيد. اهلين ابو جدعان. بيت عليهم بالمختار. يا ميت اهلا وسهلا، اهلين بشو مان. اهلين برجال، اهلين والله. والله ابضايات على عيني براسي. تسلم يا رب تسلم، اهلين محمد. يا بي لك اخي غنون شو صار معه لهلا ما رجع من الهياله؟ انو هياله لك عمي؟ ليش لهلا ما اخبرت انه غنون اخذوه على الاخ العسكر؟ شو؟ ايمتى صار الحكي؟ اليوم اخذوه يا بي، لقوه بالبريه عم يسقي الارض، قاموا اخذوه وما درينا بهالشيء الا بعد ما اخذوه بشي ساعتين. يلا يا رجال. شو عقيد لوين؟ بدنا نروح نجيبه. لا عقيد ارتاح انت ورجال وما عليك.
شلون ما علي؟ غنوم أخي مثل ما هو أخوك. علي حجيرة الله ما حدا بيروح، شبنا عقيد؟ ما بصير مختار، ما بصير، لازم نعمل اللي علينا، بركة دم اللحى وما يصيروا على الإشلة. علي الطلاق ما حدا بيروح منكم. خلص يا أبي خلص. بنروح أنا وشباب الضيعة وبنجيبه وبنجي. يا أبي. يا أبي برضاي عليك إنك تعود. ما بدي أخسر حدا منكم. وأخوك غنوم بإذن الله رح يرجع سالم. وأنا على هوا ما فهمت إنه الأمور بلشت تتحلحل. وكلها كم يوم بإذن الله كل عسكري رح يرجع لدياره. تفضلوا يا جماعة تفضلوا. أميد أهلا وسهلا. راجع رجوع بدل ما اروح ناحى الشام رايح ناحى اسطنبول. شو هالريحة هاي؟ لك والله ريحة لحم مشوي. معناتها انا مو لحالي هون، في انس حوالي. مثل ما انت لا تتحرك، اي حركة بتموتها. شو يا أبي؟ عم تشوي جاج؟ أهلين بابن البلد، تفضل هلأ بناكل سوا. أنت من الشام؟ إيه نعم، من جوبك. احكي هيك من الأول يا رجل. إيه ليش أنت خليتني أحكي؟ إن شاء الله ما تواخذني. خلص أخي خلص، عليك الأمان. آه الله كأنه ولدت. الحمد لله على سلامتها. الله يسلمك حبيبي. رعدت لك حمو. شبنا شكرية؟ كلمة وطلعت غصبا عنها، بدك تعملي اياها قصة وسيرة. يا ترى شو جابك؟ صبي ولا بنت؟ لسه ما بنعرف. لك مبروك يا بنات، اجاكم اخ. لك شكرية صار عنا اخ. لك صار عنا اخ. الله يحميك. الحمد لله يا رب. كمل بروح يا رب. الله يسلم هالايدين. ومنين صححت لك هالجاجة؟ يا سيدي مريت بجنب ضيعة قمت سرقتها. وما حسوا عليك؟ لك انو ما حسوا علي؟ يا زلمة تخبيت لك بقفة صخرة لوقت العتة مثل العين، واهجم لك عليها مثل الديب، واسرقها وارقد وعينيك ما تشوفها اللي يصيحوا حرامي حرامي. والله يا عفارم عليك يا ابو سعود. ياسين؟ انت من انو حارة بالشام؟ من ميدان، من حارة عياش. معناها بتعرفه لوضاح الخشاب؟ وضاح الخشاب؟ رفيقي وعز الصحبة انا وياه. ليش انت من وين تعرف وضاح؟ كنت اخدم انا وياه بقلاي واحد. وضاح الخشاب؟ على علمي انه وحيد وما بيروح على اخذ عسكر. اخذوه؟ اخذوه؟ وينه هلا؟ وين تركته؟ الله يرحمه. العوض بسلامة. وضاح مات؟ بأي بحياتكم. عدموه هو واحد تاني من الغوطة اسمه نايف. يا باطل. يا باطل. وليش عدموه هون؟ دخيلك يا رب، دخيلك بجاه حبيبك محمد، تحميلي يا وترد لي يا سالم يا رب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أصبحنا وأصبح الملك لله. أوف، شو رسالة هلأ ما نمتي؟ ومنين بده يجيني نوم؟ ورجلي لهلأ ما اجا؟ وحدي الله يا بنت الحلال، وحدي الله. ولا تفاولي على الصبي. لا اله الا الله. ان شاء الله يا رجال، الله يوفقك. قوم روح دور عليه وجيبه. حسبي الله ونعم الوكيل، يا بنت الحلال. الولد بالحفظ والصون، بقى لا تخاف ولا ينشغل بالك. دخيلك يا ابو عبده، والله امبارح شفت منام وقلبي ناقزني منه. منام شو؟ يا بنت الحلال، قومي. قومي توضي وصلي الصبح. واخذي الشيطان، يلا قوم. يا رب، اللهم اخزيك يا شيطان. يا رب تعطينا خير المنام يا رب.
امسك يا ماما، هي بارودة ابوك الله يرحمه. دير بالك على حالك تقبرني. لعيونك يا ماما. يلا بخاطركم. الله يحميك. عمر بتروح على ضيعتنا، واذا لقيت ابي هنيك بتطمنه على امي بتقولوا الله كرمنا وبعث لنا محمد. اللهم صلي على محمد الف كره والف مره. اللهم صلي على سيدنا محمد. ان شاء الله. بس هذا اسمه محمد صالح. محمد صالح؟ ايه، لانه ابو جدعان اسمه صالح، والله دخيل اسمه بعث لنا اياه بهالليله مشان يساعدنا، وندرا علي بس يجيني ولد بدي سميه صالح وابو جدعان كمان. يا مو سلمت على مرت عمه؟ ايه يا مو سلمت عليها. يلا يا مو، صوت الله على بكير والفرس جاهزه بالبايكه، الله يرضى عليك. اعطيني ايدك لابوسها يا مو. الله يرضى عليك ويحميك ويعمي عنك عيون الاعادي يا حق. يلا بخاطركم. مع السلامة يا حبيبي. عمر. وقف انزل ارضا. مور سيدي فراري. لا سيدي شو فراري؟ سيدي انا رايح ودي البريد. بريد؟ يا سيدي بريد. وينو هذا بريد؟ ليكو سيدي لوين هذا بريد؟ ما بقدر اقول لك سيدي، هي اسرار عسكريه. شو كوزال عفارم عليك صبي، يلا روح وصل البريد. امرك سيدي. لك يا رجال مشان الله زين. طولي بالك يا حلمي طولي بالك. ليك؟ لك والله خايفة تمرق لشي طيارة تقوصها؟ هلا الطيارة مو شايفة غيري لحتى تقوصني؟ يا أبي طيارة إنجليزية ولا ألمانية؟ والله ما بعرف. بس أكيد إنجليزية. مشان هيك العثماني عم يقوص عليها. أبو عبدو مشان الله زين. لك خلاص بقى شو بكي؟ لك الله يعينك على عقلك يا رجال. يلا يلا نازل. ابو عبدو ابو عبدو انا ليش ما عم رد علي؟ ابو عبدو يا مو ليش ابي زت الطربوش هيك على الارض؟ يا وينه؟ يا قلبي يا قلبي. حتى قلت لهم 10 خواريك افتحوا لانه مساء. لانه الشباب اسرين عسكري جايين. هذا اخي عمر شاهد. اي والله عمر شو شابوا لهون؟ الله حيو العديد. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لك أخي أنت ليش لابسة؟ والله يا أخي صارت معي قصة طويلة عريضة، هلا بحكي لكم إياها من أولها لآخرها. مرحبا عليك. واصل واصل يا عمور. يا سامعين الصوت صلوا على النبي. يا سامعين الصوت صلوا على النبي. انتقل إلى رحمته تعالى محشوم من ويلاتي أبو عبدو. سامحوا يا أهل الجيرة، سامحوا يسمع عنا وعنكم الله. لا إله إلا الله. عند الشدائد نفحه يا ابو عبدو. اخ يا صهري
انكسر ظهري. وحد الله يا ابو صفوان، لا اله الا الله، وحد الله يا رجل. لا حول ولا قوه. حسبي الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.